أنا اسمي يارا بخاري عثمان اللمين، بنت نجلة سيد أحمد. أنا سودانية وبفتخر كوني سودانية. أنا الرسالة دي برسلها للشعب السوداني ولعمر البشير الحكومة السودانية، وإنه بقول لكم أنتوا قتلتوا الناس في جنوب توكر، في دارفور، عملتوا إبادة في النيل الأزرق، في جنوب كردفان، حتى في الشمال ما خليتوا الناس تغربون بالسدود. ما كفاكم الدموم اللي انزفتوها دي؟ اسعدي كمان وصلتوا لغايه ما مشيتوا لنص الخرطوم، نص البلد، يعني تقتلوا، قتلتوا الناس في الاطراف للنص ده وجيتوا عشان تقتلوهم. لكن ما مفروض تقتلوا تعملوا الحياه دي، لانه اصلا ما مفروض من حق الناس انه يقيفوا ويعملوا مظاهرات ويقيفوا يقولوا نحن ما عايزين الحاجه دي، غلط، الحكومه قاعده تعمل غلط. لكن اصلا ما من حق الحكومه تقتل ليها زول. عشان كده انا بقول للحكومه احسن تبطل اللي قاعد تعمل فيه ده. الله هيقوم يحاسبكم في النهايه على اللي بتعمله. الله الله ما هو اللي بدي الروح وبيشيلها. عشان كده انتم ما عندكم حق تبدو حياه زول، ما عندكم حق تنهوها، لانكم ما حتقدروا تبدو حياه زول. ما عندكم ذات القوه تدخلوا الروح في جسم، بس بتعرفوا تقتلوا. لو كان بتعرفوا الاحساس حق الاهل بيحسوا كيف، يا عمر البشير الله عارفك كعب كده دي وقلبك حار، عشان كده دي ما اداك لا طفل ولا هيخليك تكون اهل ولا اب ولا اي حاجه زي دي، لانه انت ما بتعرف قيمه الاهل وقيمه انه يكون عندك طفل. انتوا الناس اللي قاعدين يكتوا الناس الحكومه دي، ما انتوا الحاجات اللي بتخلوها تحرقوا قلوب الاهالي دي هتحسوا بها في اطفالكم. انتوا انا عارفه معظمكم عندكم اطفال، وانتوا عارفين روحكم. تيجي بتقتلوا طفل زول، لما تقتلوا زول واحد بتخلوا ناس كتار يحسوا بها. السعدي في اقل من اسبوع قتلتوا طالبين بس عشان طلعوا عشان يقولوا نحن ما عاجبنا الحاصل ده. لكن ما مفروض تقولوا كده، المفروض انتوا ذاتكم بتاخدوها على شكل جاد وتعملوا المفروض يقول لكم، لانه الشعب هو المفروض يقول الحكومه المفروض تكون كده واحسن لينا. السعدي في السودان لو بتشوفوا أسعد كل حاجة مخروبة، من أعلى من أعلى البلد وديته لغاية بقى أكعب بلد في يمكن يكون في العالم، في أفريقيا بقى أكعب بلد، لأنه أسعد البلدان كلهم ماشيين لقدام قاعدين يتطوروا، لكن إحنا بلدنا قاعد يرجع لورا لغاية ما تلقوا في النهاية ما هيفضل أي زول. أكتر ناس مغتربين هم السودانيين، الشعب السوداني. الأمانة الزول مفروض يحس بيه في بلده، احنا ما في اي سوداني قاعد يحس بيه، قاعدين نحس بامان لكن ما قريب للمفروض يحس بيه. وده في بلدان الغربة، لانه بتحس الزول بتزلة في بلد الغربة، لكن احنا هسه كان رجعنا لبلدنا هنزل اكتر من الزلة اللي قاعدين نزل لها في بلدان التانية. كل بلد هسه لو مشيتوا شفتوا في سوداني قال انا سوداني، بيقول له البلد اللي فيه الحروب ده. السعدي ما في أي حاجة، ما خليته أي كلام عشان الزول يقوله. أنا بفتخر بإني سوداني، وأنا عندي إيمان في الشعب السوداني. عشان كده بقول للشعب السوداني نحن أقوى شعب، وهنقيف وهنرجع بلدنا يقيف ونخليه يبقى أقوى شعب في العالم. نحن هنقيف، والأهالي كما هيقدروا يختصوا لنا بأي سبب، نحن هنختص لنفسنا، نحن الأطفال. بس كل حاجة قاعدين تعملوها انتو ما مفروض تعملوها. لكن اسعي كتلتوا هناي وخليتوا كل الاهالي يحسوا كعب، لكن كده ده اصلا ما مفروض. خربتوا البلد مرة واحدة، نحن هنختص له، وهيجي الوقت وهتشوف كم ما يختصينا. لما يختصوا الاهل بنختص نحن الشعب السوداني يقف، وهنغير كل حاجة. شكرا.